بسم الله الرحمن الرحيم. انا استاذ دكتور مها هلال، انا رئيسه قسم الاشعه التشخيصيه السابق ورئيسة وحدة الفيميل إيمجي السابق في معهد الأورام القومي جامعة القاهرة. النهاردة حديثي هيكون عن البريست كانسر أو أورام الثدي الخبيثة، واللي هي دلوقتي انتشرت بشكل واضح جدا في مش بس في المجتمع المصري، ده في العالم كله. الحقيقة نسبة أورام الثدي عندنا في معهد الأورام القومي بتمثل حوالي 20% من الأورام الخبيثة كلها، وحوالي 38.8% من أورام الثدي أو أورام السيدات الخبيثة. طبعا النسبة عالية جدا، وعشان كده بنحاول إن احنا نلحق المرض في أوله. بنحاول إن احنا نعمل السكريننج بروجرامز اللي هي دلوقتي على مستوى مصر تبع وزارة الصحة، وفي المعهد القومي للأورام بيبقى في موجود عيادة الكشف المبكر. طب احنا هنعمل الكشف المبكر ده ازاي؟ احنا بنبدأ عند سن الأربعين سنة لأي سيدة، وللسيدات اللي هم بيبقى عندهم تاريخ عائلي لأورام الثدي بنبتدي لهم من عند 35 سنة. المفروض ان الأساس ان احنا نعمل لهم فحص الماموجرام اللي هو فحص الأشعة، فحص الثدي بالأشعة. الماموجرام مستو ان هو ممكن يبين لي اي ورم صغير لغاية يعني اذا كان حجمه 50 مايكرو. وطبعا دي حاجة يعني ضئيلة جدا جدا وحاجة صغيرة جدا جدا، وعشان كده بننصح ان احنا نعمل الماموجرام كبداية للسكرين. ويفضل ان هو يتعمل كل سنة من 40 ل 50 سنه، علشان يكون الـ دي فتره التغيرات الهرمونيه لاي ست، فنسبه الاورام الخبيثه بتبقى اعلى في الفتره دي. من سن ال 60 ممكن تبدا تعمله كل سنتين. بنعتمد في تشخيصنا في الماموجرام على وجود تكيسات اللي هي ترسبات كالسيوم صغيره جدا، بنقول ان ممكن توصل ل 50 مايكرون. وجود التكيسات دي ولها اشكال معينه وطريقه معينه، تجمعات بطريقه معينه بتخلينا نتوقع ان في موجود بريست كانسر. ممكن ان احنا نستكمل الفحوصات دي بالموجات الصوتيه او بالرنين المغناطيسي، ده بيتوقف بقى على سن السيده. لو هي اصغر من 35 سنه وعندها تاريخ عائلي والثدي انسجته سميكه، الحاله دي بنفضل ان احنا نعملها السكريننج او الكشف المبكر عن طريق الرنين المغناطيسي. الالترا ساوند دلوقتي في جهاز اللي هو الاوتوميتد بريست الترا ساوند، اللي هو ممكن ان هو بيفحص الثدي كله بدون الحاجه ان دكتور هو اللي يعمله، وفي الحاله دي ممكن يكتشف لو اورام صغيره جدا ممكن ما نشوفهاش بالماموجرام لو في حاله وجود انسجه كتيره في الثدي. طبعا ممكن نبدا في سن مبكر شويه، لو في فاميلي هيستوري او بريست كانسر ممكن نبتدي من سن 35 سنه او اقل، وفي الحاله دي بنفضل ان احنا نعمل رنين مغناطيسي او نعمل الفاصل.